والله انا راح نتكلم باسمي كصحفي وليس كناطق رسمي باسم جابو، لانه كاين خلط في بعض الامور. انا نتكلم بحكم المعطيات اللي عندي. معطيات تقول انه عبد المؤمن جابو عنده مشاكل عائليه في سطيف، لازم يبقى في مدينه سطيف. اللاعب تحدث مع رئيس الفريق سليم الرياحي مؤخرا، نظن اليوم او يوم امس، طلب الوثائق تاعو بحكم هذا المشكل العائلي اللي عنده اللي لازم يقربوا لمدينه سطيف. قال بلي ما بدلش النادي الافريقي بحتى فريق اخر، يعني لا من تونس ولا اي فريق اخر، لانه عنده عروض واحده اخرى خاصه في الجزائر وبقيم ماليه اكبر. سليم الرياحي من هذا المبدا اتفق معاه باللي يجي لتونس يرجع الصكوك اللي راهي عنده ويمشي عبد المؤمن جابو يفسخ العقد. ناكد لك معلومه انه رئيس وفاق الطيف والامين العام للفريق راح يكونوا حاضرين في الرحله هذه اللي هي مرتبطه بحصول عبد المؤمن جابو على جواز سفر تاعو. نظن غدا ان شاء الله راح يحصل على جواز السفر تاعو. سمعنا فما حديث انه عبد المؤمن جابو صحح ديجا وامضى عقد مع وفاق ستيف رغم انه مرتبط بعقد مع النادي الافريقي، صحيح هذا نجم الدين؟ لا هذه اشاعه، ما يقدرش يصحح لانه مرتبط مع وفاق ستيف. هو ماهوش لاعب صغير في العمر حتى يرتكب خطا مثل هذا. اللاعب عبد المؤمن جابو عنده عقد رسمي مع النادي الافريقي يبدا من جونفي 2016 حتى جوان 2017، ما يقدرش يمضي في حتى فريق اخر اذا ما فسخش العقد الاول. لهذا السبب راهو يتحرك باش يفسخ العقد. ودائما يعني المبرر تاع عبد المؤمن جابو مبرر عائلي لا اكثر ولا اقل، يعني تحدث وقال انه المشكل راهو عنده مشكل عائلي لازم يكون قرب الوالده تاعو، يعني كاين علاقه قريبه. عبد المؤمن قريب جدا من الوالده تاعو، حتى لما كان يلعب في الافريقي كان بعد المباراه يمشي بالسياره مسافه طويله باش يكون مع الوالده تاعو. نتمنوا الامور تتجه الى فسخ عقد عبد المؤمن جابو، خاصه انه ماهوش في القائمه الافريقيه للنادي الافريقي. يعني حتى النادي الافريقي لما دار البيان يوم امس الاول امس دار بيان بخصوص وضعيه جابو، ما هو الا بيان كان موجه لجمهور النادي الافريقي. القائمه اللي تحكي عليها نجم الدين ما زالت ماهيش نهائيه، لكن هل عبد المؤمن جابو اليوم عنده تطمينات انه النادي الافريقي موافق على فسخ عقده؟ ما هي الشروط لفسخ العقد نجم الدين؟ والله مسألة التطمينات وفاق سطيف نظن تخلف في الصفقة، ونظن أنه فريق نظن أنه حتى الرئيس سليم رياحي اللي هو الطرف المهم في هذه القضية، سليم رياحي يتكلم مع عبد المؤمن جابو. كنت نسمع عبد المؤمن تكلم قبل قليل في إذاعة، قال أنه سليم رياحي موافق على هذا المبدأ. نظن أنه الأمر مرتبط فقط بإرجاع الصكوك اللي راهي عنده، صكوك مالية متعلقة بمستحقات قديمة كان راح ينالها، راح يرجع الصكوك المالية وراح يبقى الفسخ العقد لمصلحة الطرفين، يعني لأنه عبد المؤمن وموافق عبد المؤمن أنه يرجع الصكوك نجم الدين؟ لا هو من هذا المبدأ موافق أنه يرجع الصكوك، يعني حتى يتنازل على قيمة مالية كبيرة، يعني حتى لما راح يبقى في سطيف أنا نظن أنه الأمور كانت أكبر منه، يعني لأنه قيمة مالية كبيرة كان قادر يبقى في النادي الإفريقي ويأخذ مال كبير، أموال كبيرة، يعني ما نذكروش القيمة لكن أموال كبيرة، يعني في وضعيته ربما لاعب آخر ما راحش يختار الحل هذا، لكنه راح يروح لوفاق سطيف إذا تمت هذه الصفقة. راح يكون لاعب ان شاء الله في فريق وفاق سطيف، ونتمنى له العوده السريعه للميادين. شكرا لك نجم الدين سيدي عثمان زميلنا الصحفي من جريده الهداف الجزائريه. زهير انت فما حديث عن امكانيه عودك بيك؟ فما ناس تحكي اليوم ان النادي الافريقي يفتقد الليدر في الفريق وامكانيه عودتك انت، صحيح هذا؟ والله ما طرحش الموضوع. انا بالنسبه لي انا اللي كنت في السعوديه يعني داروا بي العالم، مره في ايران، مره في المغرب، مره في تونس، اما ناكد اللي لا ما اتصل بيا حتى حد. انا موقع عقد الى نهايه ماي 2016 معناها مع فريق الوحده السعودي، ما زلت على ذمه فريقي. بور لو مومون باش نرجع للسعوديه اذا كان فما حاجه ان شاء الله في اخر العام، وعلاش لا كما قلت لك عائلتي هذيك النادي الافريقي، علاقتي طيبه بكل المسؤولين وخاصه رئيس النادي، ما عندي حتى مشكل يعني في كل وقت ديما عائلتي وعلى ذمتهم. باهي، واحنا نحكيو على النادي الافريقي قلت قبيله مباشره بعد مباراه اليوم ضد مستقبل قصرين، لاعبي النادي الافريقي كانوا تحولوا الى منزل مدربهم السابق نبيل الكوكي لتقديم واجب العزاء بعد فقدان نبيل الكوكي لوالدته. ها وقدامكم
صور تحول النادي الافريقي الى منزل نبيل الكوكي لتقديم واجب العزاء. سي عبد الباقي، يظهر لي اعاده اعتبار نوعا ما لنبيل الكوكي بعد الطريقه اللي غادر بها النادي الافريقي. صوره تكشف نوعيه العلاقه بين لاعبي النادي الافريقي والمدرب نبيل الكوكي. وقد ما تكون العلاقه متطوره وفيها من الود والحب والتاثر، قد ما يكون المجال مفتوح للنجاح أكثر. الصورة هذه بالنسبة لي تدعو ربما لما لا إلى مراجعة القرار المتخذ في خصوص النادي الإفريقي، الإطار الفني للنادي الإفريقي، خاصة وأن النادي الإفريقي لم يهتدي بعد إلى معوض. شنو مراجعة القرار معناتها؟ عاد يرجعوا نبيل كوكي؟ بابا يا مدربين خرجوا ورجعوا، شنو المشكل؟ كبرال في الاسبيرونس دخل ورجع ثلاث مرات تقريبا، شنو المشكل؟ فما اتصالات مع مدربين مع افضاش اخر ليس. مدرب معناها سي ميلوفان راجيفاك اللي هو مدرب معروف برشا رانا غانا معناها في 2010، معروف صربي ومدرب كبير برشا، ولكن هل العالم للاواسط مع المنتخب الغالي، هل انه لفات انه يكون مدرب كبير برشا وعنده صيت عالمي، هل انه هذا ضامن لنا